رئيس الجمهورية. تصريحات مثيرة للرئيس التونسي قيس سعيد خلال الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية. هذه التصريحات تناولت مسألة الدين والدولة ومبدأ المساواة التامة بين الجنسين. الدولة ليس لها دين، قال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، لم يقل تعالى: كنتم خير دولة أخرجت للناس. الأمة تختلف عن الدولة والدول ليس لها أديان. ويرى متابعون أن سعيد يريد تطبيق دستور الدولة بحذافيره من خلال هذه التصريحات وعدم الدخول في جدال حول مسألة المساواة التامة في الميراث. تمسكه بالدستور حرفيا، ومن ناحية ثانية لا يريد أن يدخل في جدل ربما ليس وقته الآن مع جمهوره وناخبيه، خاصة وأنهم من الأوساط بين ذفرين الثورية والإسلامية والمحافظة، وبالتالي أي تصريح خارج هذه المسألة قد يجره إلى جدل هو في غنى عنه. وضمن موضوع المساواة بين الجنسين في الميراث، بات الجدل في الشارع يدور حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتهميش الذي تتعرض له المرأة التونسية وحرمانها من الميراث، لا سيما في المناطق الريفية. مش مع المساواة التامة، لكن يلزم حق المرأة مهضوم ياسر، فهمني، في تونس حق المرأة مهضوم برشا. نحن في غنى عن مثل هذه الترهات، لأنه مشكلة التوانسة مشكلة اقتصادية اجتماعية سياسية بحتة، لا علاقة لها لا بمساواة بين الميراث بين الرجل والمرأة. ويحتفل التونسيون في أغسطس من كل عام بالعيد الوطني للمرأة، ويتزامن مع ذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية التي منحت عدة مكتسبات للمرأة التونسية. في العيد الوطني للمرأة التونسية لا يريد الرئيس قيس سعيد الدخول في جدال عقيم وفق متابعين، لكن التحدي الأكبر يبقى بالنسبة للسلطات هو مدى تنفيذ وتطبيق القوانين لمناصرة المرأة التونسية، لا سيما في المناطق الريفية والمهمشة، والاعتراف بحقوقهن. ياسر دبابش، الغد، تونس.